مرحبا بكم أعزائي الطلبة. إذن تنزيلا لإحكام المنهجية التي تحدثت عنها في لقاء سابق معكم، الآن سنقوم بتمرين حول التنزيل أو كيف نتعامل منهجيا. وخديت نموذج ديال التحليل نازلة قانونية، وهي نازلة تتعلق بمستوى الفصل الرابع في وحدة الشركات التجارية. إذن في هذا اللقاء المتعلق بتنزيل أحكام المنهجية النازلة، غادي نقترح عليكم نازلة وعنقرها معكم ونشوفوا طريقة ديال التعامل معها، كيف يجب أن نتعامل مع هذه الواقعة من ناحية المنهجية. إذن وقائع النازلة تقول: قرر أحمد المهاجر المغربي في الديار الإيطالية الاستقرار النهائي في المغرب، ونظرا لرابطة القرابة التي تجمعه بعائشة صاحبة مطعم، اقترح عليها إنشاء مشروع اقتصادي مختص في تصنيع المواد العطرية بحكم اشتغاله بهذا الميدان زهاء 20 سنة، وبحكم أنه يمتلك براءة اختراع في مجال العطور مسجل باسمه في المغرب، ومنحها فترة للتفكير في الموضوع. وبعد مرور شهر على الاقتراح وافقت عائشة بشرط أن ينضم زوجها عدنان الموظف بوزارة الصحة إلى المشروع الذي هذا عدنان الذي بقي على تقاعده 4 سنوات، وهو ما لم يعترض عليه أحمد. وأثناء المفاوضات التي سبقت انطلاق المشروع، اتفق الثلاثة على تأسيس شركة تجارية ذات شخصية اعتبارية، حيث إنه وبخصوص الحصص يقدم أحمد براءة اختراعه قدرت بقيمة 500,000 درهم، وتقدم عائشة عقارا تملكه لإقامة المشروع بقيمة 400,000 درهم، بينما اقترح عدنان تقديم 100,000 درهم كحصة نقدية. ونظرا لافتقارهم أما بخصوص التسيير، لم يصل الثلاثة إلى اتفاق بشأنه. ونظرا لافتقارهم للمعطيات القانونية التي تنظم الشركات التجارية في المغرب، جاءوك يستشيرونك حول قضايا تهم الشركة التي ينوون تأسيسها. تلكم كانت وقائع النازلة. أجب بشكل مبرر تبقى للقانون، بشكل مبرر تبقى للقانون عن أسئلتهم الثلاثة: ما هو الشكل أو الأشكال القانونية التي تصلح لمشروعهم الاقتصادي؟ ما هي الأحكام المنظمة للحصص المقدمة من طرفهم؟ السؤال الثالث والأخير: كيف يمكن تسيير الشركة المزمع تأسيسها؟ كانت تلكم الوقائع وكانت تلكم الأسئلة. إذن إذا افترضنا هذه الواقعة ديال الامتحان عندكم إن شاء الله في المراقبة، كيف نتعامل مع الناحية المنهجية؟ كما قلنا، أول هام يجب التأني ويجب استحضار الزمن ديال الامتحان، المدة المنوحة، كم هي ما هي المدة المنوحة لنا في الامتحان باش نجاوبوا على هاد النازلة ونحلوها. كما قلنا، الثقة في النفس وعدم واستبعاد كل عناصر التشويش، وعندخلوا العملية الأجراء. إذا غنبداو عمليا. إذا أول إجراء ما هو؟ وأول إجراء خصو يقوم به الطالب، أول خطوة خصو يقوم به الطالب، أولا القراءة المتأنية لوقائع النازلة. القراءة، وأعيد وأقول بأن النجاح والصواب في الإجابة الموفقة في تحليل النازلة القانونية هو القراءة الجيدة لوقائع النازلة، لأن الجواب
يكمن في الوقائع. فإذا يكون طلب الأعزاء انتبهوا إلى هذه المسألة، يجب أن تقرأوا الوقائع بنوع من التركيز واستخراج الأفكار الأساسية انطلاقا من القراءة. إذن أول إجراء قلنا هو إجراء القراءة الجيدة للوقائع، بعد القراءة للوقائع ثم كتابة هذه الوقائع بنوع من ترتيب الأحداث وترتيب التواريخ ديال الواقعة. بعض الأحيان هذه واقعة مبسطة من حيث الوقائع ديالها لأنه كتسلسل، لكن قد تواجهنا نازلة فيها أحداث غير منتظمة وتكون بشكل ممعن من طرف السائل من طرف الأستاذ، باش يختبر الذكاء ديالكم ويختبر مدى الصبر ديالكم على فهم الوقائع. فإذا قراءة الوقائع قراءة جيدة ثم ترتيب الأحداث وإعادة صياغة الوقائع بأسلوب الطالب. لماذا نركز في المنهجية النوازل على إعادة كتابة الوقائع؟ لأن القراءة بوحدها قد لا تكفي، قد أقرأ الوقائع بنوع من التسرع بنوع من عدم التركيز مما يفوت علي الفهم الجيد للوقائع النازلة. فإذا الصواب في تحليل النوازل هو القراءة الجيدة للوقائع وإعادة صياغتها. حينما نعيد صياغة الوقائع فإننا نكون أمام تركيز دقيق وصياغة صحيحة وفهم دقيق لوقائع النازلة. إذا بعدما قرأنا النازلة واستخرجنا وقائعها عادي نمشي ونشوف الأسئلة المجهلية. إذا الأسئلة المجهلية، هل السؤال يتعلق بكل ما يتعلق بإحكام الشركات؟ هل يتعلق أمره بكل أنواع الشركات بشركات معينة؟ وما هو المطلوب مني في الشركات؟ نرجع للأسئلة الموجهة، ما هو شكل الشركة أو أشكال الشركة المقترحة التي تقترحها على الثلاثة؟ ثم أحكام الحصص، ثم أحكام التسيير. معنى هذا بأنني أنا كطالب وأنا أقرأ الوقائع وأقرأ الأسئلة المذيلة بهذه النازلة، أحدد بأن نطاق السؤال يجب أن أجيب عن سؤال ما هو الشكل أو أشكال الشركة، ما أحكام الحصص المقدمة تبع لنوع الشركة اللي اختاريته اللي اقترحت عليهم، ثم في الأخير ما هو الحكم القانوني أو أحكام التسيير الخاصة بنوع الشركة. إذن واش نتحدث على كل الشركة أم على البعض من الشركات أو على شركة واحدة؟ هو السؤال اللي نجاوب عليه انطلاقا من الإجابة على السؤال الأول. إذا السؤال الأول يقول لي ما هو الشكل القانوني أو الأشكال القانونية التي تصلح لمشروعهم. دعونا نعود إلى الوقائع. ما هي وقائع النازلة؟ إذا الوقائع النازلة بأن أحمد وعائشة وعدنان اتفقوا الثلاثة على إنشاء مشروع اقتصادي ولم يحددوا له شكل قانوني معين. معنى هذا إذا أنا خصني كطالب نطرح الفرضية الأولى، إذا ما هي أنواع الشركات اللي عندي في القانون المغربي؟ بالرجوع إلى أحكام القانون المغربي نجدوا ما قلناه دائما، عندنا ما يسمى بحقيبة الاختيارات. حقيبة الاختيارات تجعلني بأنني في القانون المغربي أنا لست أمام شركة تجارية واحدة وإنما أمام أنواع معينة، اللي هي شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمحاصة والمسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء والمسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد وأخيرا شركات المساهمة. إذا السؤال اللي مطلوب مني وقد سألني إياه الثلاثة أحمد وعدنان وعائشة، ما هو الشكل القانوني الذي يصلح لنا في هذه الشركة؟ إذا باش نجاوب على السؤال ديالهم خصني نبدا نقصي اللي ما تيهمهمش. أول شركة خصني نقصيوها. إذا شنو عندي؟ عندي ثلاث شركاء. إذا تحصيل حاصل، أول ما عنقصي شركات المساهمة. لماذا؟ لأن شركة المساهمة تتكون في الحد الأدنى من 50 مساهمين وهما عندي ثلاثة ديال الشركاء. إذا عنقصي شركة المساهمة، عنقصي شركة التوصية البسيطة بالأسهم. لماذا؟ لأنها تتكون في الحد الأدنى من شريكين متضامن وثلاث شركاء موصين، بالتالي غادي نقص أربعة، غادي نقصيها إن هما هي ثلاثة بهم. إذا عنقصي شركة التوصية البسيطة. شنو بقى لي؟ بقات شركة التضامن وشركة المسؤولية المحدودة وبقات لي شركة التوصية البسيطة وبقات لي شركة المحاصة، أربعة اللي بقاو لي. من ندخلوا إذا شنو نقول لهم أنا؟ هل يصلح لكم هل لكم أن تختاروا إحدى الشركات أربع؟ جوابوا لا. علاش؟ لأنني قالوا لي هما وأثناء المفاوضات التي سبقت انطلاق المشروع اتفق الثلاثة على تأسيس شركتين تجاريتين ذات شخصية اعتبارية. معنى هذا سنقسم مرة أخرى شركة المحاصة لأنها شركة بدون شخصية اعتبارية. هكذا تلاحظون الطلبة الأعزاء أنني وصلت لأنواع اللي انقترح عليهم أنا كطالب في المادة في السؤال ديالي في النازلة، انقترح الثلاثة
الأشكال التي تتلائم مع وضعيتهم. إذن زولت شركة المساهمة، زولت شركة توصية الأسهم، ايضا اقصيت قمت باقصاء شركه المحاصه، بقوا ثلاثه: التضامن والتوصيه البسيطه والمسؤوليه المحدوده المتعدده الشركاء. واش نقول لهم ثلاثه يصلحوا لكم؟ الجواب مره اخرى لا. لماذا؟ لان عندي واحد السيد يمكنش يكون شريك في شركه التضامن. شكون هو؟ السي عدنان. ما السي عدنان؟ عدنان هو موظف بوزاره الصحه وسيحال على التقاعد في السنوات الاربع القادمه. بمعنى هو شنو هو اليوم؟ هو اليوم موظف عمومي، ولا كان موظف عمومي طبعا الاعزاء فانه في حاله التنافي. معنى هذا ما يمكنلوش يكون شريك متضامن، لان الشريك المتضامن يعتبر شريكا تاجر. وعندنا صاحبنا مالو؟ عندنا صاحبنا انه موظف، ولا كان موظف ما يمكنلوش يكون تاجر. تلاحظون الطلبه الاعزاء بانني قمت باقصاء اربع شركات، اذا الشيء بقى يصلح لهم، غادي يبقى يصلح لهم انقصح لهم. وعنكم جواب على السؤال الأول: ما هو الشكل أو الأشكال القانونية التي تصلح لمشروعهم؟ أقول لكم: لكم أن تختاروا بين شركة التوصية البسيطة. لماذا؟ لأن عندي شريك متضامن وشريك موصي. عدنان شريك موصي، وعندي عائشة وأحمد يمكنهم يكونوا شركاء متضامنين. وفي هذه الحالة أقترح لهم النوع الأول، أقول لهم يمكنكم أن تختاروا شركة التوصية البسيطة. الاختيار الثاني نقترح لهم: يمكنكم أن تختاروا شركة المسؤولية المحددة ذات شركاء المتعددين. هكذا تلاحظون طلبة الأعزاء أنني انطلاقا من الوقائع النازلة، داكشي قلت لكم في الأول، ركزوا ثم ركزوا على وقائع، على القراءة الجيدة لوقائع النازلة. تلقى بواقع نازلة، قمنا بإقصاء أربع شركات، وماذا تبقى لنا؟ تبقى لنا في إجابة عن السؤال الأول اللي هو تقديم، أي يمكن أن يختاروا إما شركة التوصية البسيطة أو شركة المسؤولية، ونكون بذلك في إجابة ديالك قد قمت بإقصاء مبرر لشركات أخرى، وقمت باعتماد مبرر للشركات التي تصلح لهم. وهكذا يكون الجواب ديالك جواب صحيح، وقد قمت بتنزيل جيد لأحكام القانون على الشكل القانوني لمشروعهم الاقتصادي. السؤال الثاني يتعلق ما هي الأحكام المنظمة للحصص المقدمة من طرفهم. بمعنى آخر، اليوم عتكون لاحظتي معي الطالبات والطلبة الأعزاء أنكم قمتم بإقصاء الشركات اللي ما نخدموش عليهم، اللي هما المساهمة التوصية بالأسهم، واللي هو شركة المحاصة، واللي قلنا بالإقصاء ديالهم والمساهمة. إذا في نهاية المطاف شنو غادي نتحدث؟ غنتحدث وغنجاوب على السؤال: ما هي الأحكام المنظمة لشركة المسؤولية المحدودة، وما هي الأحكام المنظمة لشركة التوصية البسيطة؟ بذلكم غيكون الجواب ديالي. وغنجي نشوف ما هي أنواع الحصص اللي عندي، ثلاثة: حصة عينية، حصة نقدية، وحصة العمل. ما حكمها في هذه النزلة؟ وغنبدا غنقول لهم، غيكون الجواب ديالي: إذا ما اختاروا شركة المسؤولية المحدودة لمشروعهم الاقتصادي، فإن أحكام الحصص هي على النحو التالي: وأسرد حكم القانوني في هذه الحصص انطلاقا من وقائع النازلة. والعكس صحيح: إذا اختاروا شركة التوصية البسيطة فإن أحكام الحصص على النحو التالي، وآتي عليها. وعنبداو شركة المسؤولية المحدودة. في أنواع الحصص، عندهم حصة نقدية يقدمها عدنان، هي 100,000 درهم. ما عندناش حصة صناعية، وعندنا براءة اختراع. براءة اختراع، وهذا كان سؤال باش تحسبوا فيه الذكاء ديالكم، هل هي حصة عينية أم حصة نقدية؟ براءة الاختراع هي مال، وإذا كان كذلك مال فهو حصة عينية. براءة الاختراع ليس بحصة صناعية، ليس بحصة عمل، هي حصة مال وقوامه براءة اختراع. وبراءة الاختراع هي عنصر من عناصر الأصل التجاري طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من الأصل التجاري من مدون التجارة. فبراءة الاختراع هو مال، ومادام أن قمنا مادام أنه مال فإنه مال منقول معنوي، مال منقول معنوي له أي له قيمة سوقية وقابل تداول، وقيمته 500,000 درهم. وسوف تقدم عائشة عقار بقيمة 400,000 درهم. إذا السؤال: ما يحكم حصة إذا العينية والنقدية في هذه الشركة؟ غنقولوا بالنسبة للحصة النقدية العينية عفوا اللي هو براءة الاختراع واللي هي العقار، خصهم يخضعوا لواحد الأحكام ضمن القانون ديال الشركات المسؤولية المحدودة. ما هو هذا الأحكام؟ كل حصة عينية تجاوزت 100,000 درهم أو شكلت أكثر من نصف رأس المال ديال الشركة يجب إخضاعها بالضرورة إلى تقرير يقدمه خبير الحصص. هالسؤال،
اذا الحصه ديال احمد اللي هي براءه اختراع 500000 درهم والحصه عائشه اللي هي 400000 درهم، هاد الحصتين بجوج تخصهم يخضعوا لتقييم مراقب الحصص. مزيان، الا ما مشاوش لتقييم مراقب الحصص في هذه الحاله فان الشركاء يعتبرون متضامنين مده 5 سنوات اذا كانت هناك زياده عن القيمة الحقيقية لهذه الحصص. وبداية نكون قد انتهينا من الأحكام المتعلقة بالحصة العينية. إذا الحصة العينية قلت عندها هذا الحكم هذا. نمشيو سي عدنان، عدنان يقدم 100000 درهم، 100000 درهم تنتحت هنا الحصة النقدية. إذا سوى السؤال كيف تقدم الحصة النقدية في هذه الشركة؟ هنا يكون إما التحديد الفوري وكامل، عفوا باش نرجع للحصة النقدية العينية، الحصة العينية يجب أن تحارب بشكل فوري وكامل. براءة الاختراع والعقار يجب أن يتم تحديد الحصة العينية بشكل فوري وكامل وأن تخضع لتقييم مراقب الحسابات أو مراقب الحصص بالشكل الذي شرحته لكم. بالنسبة للحصة النقدية، الحصة النقدية حكمها إما تحرير فوري وكامل أو تحرير فوري في جزء من الحصة النقدية، وباقي ما تبقى من الحصة النقدية يمكن تحريره على دفعتين أو على دفعاتين في أجل لا يتعدى 5 سنوات. وتلاحظوا معايا بأنك في هذه الحالة هذه تتنزل أحكام القانون على الوقائع اللي عندنا في هذه الواقعة. وبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال المتعلق بما هي الأحكام المنظمة للحصة المقدمة في من طرفهم. إذا أعود وأقول في هذا السؤال الثاني ما مطلوبش منك طالبة والطالب، ما مطلوبش منكم تجاوبوا على أحكام الحصص بشكل مطلق، وإنما تجاوبوا فقط على أحكام الحصص المتعلقة بالأشكال بالشكل أو الأشكال القانونية التي اقترحتموها على الثلاثة. فإذا إحنا في السؤال الأول وحسبنا قلنا الشكل الذي اختاروه شركة التوصية البسيطة أو شركة المسؤول وحده، وأقصينا وقمنا بإقصاء شركة أخرى الأسباب التي أتينا عليها سابقا. إذا انطلاقا من تحديد الأشكال اللي اقترحت لهم تقول لهم إذا اخترتي هذا الشكل هذا أو هذا ها أحكام الحصص. إذا قصينا حصة صناعية، إذا ما عنديش الوقائع ديال الحصة الصناعية، عندنا حصة عينية تحدثنا الأحكام ديالها، وعندنا حصة نقدية تحدثنا كذلك عن الأحكام ديالها. ونمشيو للسؤال الثالث والأخير يتعلق بكيفية كيف يمكن تسيير الشركة المزمع تأسيسها. إذا السؤال الثالث شنو هي الأهمية ديالو؟ واش عندنا تنطرحوا سؤال أو نجاوبوا على سؤال، نجاوبوا على السؤال التالي اللي السؤال تيقول هل تسيير الشركة التجارية هل يخضع تسيير الشركة التجارية لحكم واحد؟ الجواب بطبيعة الحال لا، وإنما حكم تسيير الشركة التجارية يتحدد وفق الشكل الذي اختاره المؤسسون ديال الشركة هذه. بمعنى شركة تضامن تسير بطريقة وأخرى بطريقة والثالثة بطريقة وهكذا دواليك. فإذا بتعدد الشركات أشكال الشركات تتعدد أحكام التسيير. إذا احنا ما هي الشركات اللي اقترحنا عليهم؟ اقترحنا عليهم شركة التوصية البسيطة وشركة المسؤول المحدودة. إذا تبعا للشكلين اللي اقترحنا عليهم سيكون التسيير محددا طبقا للشكل الذي اختاروه أو اخترتموه لهم. هما جاء في وقائع نازلة أما بخصوص التسيير لم يصل الثلاثة إلى اتفاق بشأنه. لم يصل الثلاثة إلى اتفاق بشأنه. إذا عندنا ناخذ هذه الواقعة وعندنا نقول في السؤال الثالث وفي إطار جوابنا عن السؤال الثالث المتعلق بكيفية تسيير الشركة المزمع تأسيسها نقول وانطلاقا وتأسيسا على وقائع نازلة لتقول لي بأنه أن الثلاثة لم يتفقوا أو لم يصلوا إلى اتفاق بتسيير، نقول لهم إن حكم القانون في تسيير الشركة التي تعتزمون تأسيسها يتحدد وفق الشكل الذي سوف تختارونه. فإن أنتم اخترتم شركة التوصية البسيطة فإن حكم التسيير فيها على النحو التالي، وإن أنتم اخترتم شكل شركة المسؤولين المحدودة لمتعدد الشركاء فإن حكم التسيير على النحو التالي. ونبدأ فيما يتعلق بالاختيار الأول، لو استقر اختيارهم على شركة التوصية البسيطة فإن حكم التسيير على النحو التالي. وأقول لهم بأن التسيير في هذه الشركة أهم نقطة فيه جوهرية، وهنا غتكون السؤال ديال التفوق ديال الطالب والطالبة في الجواب هذا تلقى من وقائع نازلة. شنو هو؟ شحال عندي الشركاء؟ عندي ثلاثة، عندي عدنان، عندي أحمد،
تاجر او شريك عادي، وعندي عائشه شركه عاديه، وعندي عدنان شريك ماشي عادي. ما معنى شريك ماشي عادي؟ لانه شريك موظف، واذا شريك كان شريك موظف ما يمكنلوش يكون شريك تاجر. اذا هو شريك غير تاجر، داكشي سميناه شركه توصيل بسيطه. فعدنان شريك موصي، فلأنه شريك موصي فإنه طبقا لأحكام القانون 96/5 يحرم ويمنع عليه منعا نهائيا مطلقا قطعيا أن يتولى أعمال التسيير ولو بوكالة ممنوحة من الشركاء. معنى هذا إذا اختاروا شركة ديال التوصية البسيطة، نقولوا فإن من يقوم بالتسيير شكون هو؟ إما عدنان بمفرده أو عائشة بمفردها أو هما معا أو يأتيان بمسير أجنبي. ولكن النقطة الجوهرية والجملة الأساسية في هذا الاختيار الأول بأن عدنان لا يجب أن يقترب نهائيا من أعمال التسيير حتى إذا ما تولى أعمال التسيير خلافا للمقتضيات القانونية ولو بوكالة، فإن مسؤوليته تتحول من المسؤولية المحدودة في حدود حصته إلى مسؤولية تضامنية. وبذلك نكون قد جاوبنا على الشق الأول من السؤال الثالث. الشق الثالث والشق الأخير، لو اختاروا شركة المسؤولية المحدودة، هنا تقول لهم وتنزيلا لوقائعاته النازلة عنقولوا بأنه بالنسبة للتسيير دي شركة المسؤولية المحدودة، هنا المشرع أطلق يد الشركاء في اختيار مسير إما من بينهم أو مسير من الغير. التسيير قد يناط بهم جميعا مع إقصاء، دائما عندنا نقصيهم من التسيير. لماذا نقصي عدنان من التسيير؟ لأن التسيير في هذه الحالة عندنا الموظف، وبحكم وظيفته تتنافى مع عملية التسيير في الشركة. صحيح ما يكتسب صفة التأجير بانتمائه لها، ولكن مع ذلك يخضع للمنع الوظيفي دياله. ما عندناش هذه المسألة هذه بصريح النص في القانون ديال المنظم قانون 96/5، ما عندنا بصريح النص، لكن تستشفوا من مقتضيات أخرى قانونية. وهتلاحظوا معايا بان التفاوت في المعلومات ديال الطالب، هنا غندخلوا ونطرحوا واحد السؤال بالنسبه للطلبه بالنسبه للدرجات ديال التقييم. وقد نكتبوا بشكل متقارب بيناتنا، ولكن تيكون التقييم مختلف بعضياتنا في النقطه المحصل عليها. هذا مرده الى ماذا؟ مرده الى طريقه التحليل والى عمق التحليل والى كثافه المعلومات القانونيه عن الطالب وبين الطالب. فاذا فاش قلنا مثلا اشكال الشركه مثلا في السؤال الاول، كان يقول لي شركه توصيل بسيطه وشركه المسؤوليه المحدوده، جاوبك صحيح ولكنه جواب غير مبرر وغير مستفيض من ناحيه البرهنه ومن ناحيه المعلومات القانونيه. فلا يمكن ان نعامل طالب اجاب بشكل مقتضب جدا مع طالب افاض واستفاض في تبرير وتعليل وتاكيد الراي الذي انتهى اليه. هذا وكما قلت لكم في البدايه بالنسبه لمنهجيه التحليل النازله القانونيه لا نحتاج الى خاتمه، لان هذا موضوع ما فيش باش نختموا بشيء معين. يتعلق الامر بتنزيل حكم القانوني على وقائع معينه انطلاقا وتاسيسا على ما تم تقديمه لنا كوقائع، وانطلاقا وتاسيسا على ما تم استفسارنا بشانه او بشان هاته الوقائع. الى هنا نكون قد انتهينا من هذا التمرين المتعلق بكيفيه تحليل نازله قانونيه. اشكر لكم حسن الاستماع وطيب المتابعه، واتمنى لكم ان شاء الله السداد والتوفيق في حياتكم الشخصيه وفي عمليات المراقبه. اتمنى لكم بالغ التوفيق وشكرا لكم.